السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض صينية بطاطس بالأجنحة، أكلة اقتصادية كده وخفيفة وحلوة ونتيجتها جميلة جدا. وطريقتها سهلة، كلها في طاجن واحد هنعمله وهندخله على الفرن، يعني مش هتعملي مواعين ولا حاجة زي ما متعودين. طيب أنا معايا هنا كيلو بطاطس، أنا مقطعاها أنصاص كده، بس مقطعة يعني وسط علشان الجناحة كده كده مش بتاخد وقت كبير في السوى، فقطعتها وسط كده. ومعايا هنا الجزر، بيدي صينية البطاطس طعم حلو قوي. جزراية واحدة، فلفلتين رومي وفلفل حراق، بصل متقطع برضو كده جوانح، ودول بالظبط فصين ثوم. طيب عشان تاخدي نتيجة حلوة من صينية البطاطس، اهم حاجه تدعكي البصله مع الفلفل والثوم مع التوابل دعكه كويسه قوي قبل ما تخلطي كل ده بالبطاطس. احنا هنعمل كده، هننزل كل الطبق اللي معانا ده هنا اهو، تمام كده، وهنجهز التوابل بتاعتنا عليه ونشوف هنعمل ايه. طيب انا التوابل بتاعتي اهي، معايا فلفل اسود، معايا مكعبين مرق، معايا بهارات، معايا وحدتين حبهان ملح، ورق لورق، دي معلقه بابريكا صغيره، هنزل بقى بيهم كده عند البصل الاول. تمام، البصل والثوم كده الاول، نعملهم برضو في نفس الطاجن. شوف هنستخدم ايدنا بقى في الخطوة دي، اهم حاجة تدعكي البصلية كويس قوي بالتوابل بتاعتك دي. بتدعكي البصلة كده مع التوابل، بتطلع بقى ريحتها وبتبتدي بقى الصينية كويس بيها. تمام كده، خلاص عملت البصلة، ابتدي بقى وزعي البصلة بتاعتك في الطاجن كله. انا بحب اعملها في الطاجن الكبير دوت عشان تستوي براحتها، وبحب احط لها طماطم كتير. تمام كده، انا خلطتها اهو كلها، هجيب بقى الأجنحة بتاعتي وأجهز الطماطم نشوف هنعمل ايه. طيب أنا حطيت دلوقتي الأجنحة بتاعتي، برضو عايزاها تتبل كويس، هعملها برضو هعمل نفس الخطوة فيها كده، هدعكها مع التوابل والبطاطس وبعد كده هرصها تاني فوق الوش، بس أنا عايزة التوابل تدخل برضو فيها. تمام كده، خلاص كده اتبلت كويس، يبقى انا مش ناقصني دلوقتي الجناح. عايزه اقول حاجه بس، التملي يا جماعه، الجناح الجزء اللي هنا دوت انا بتخلص منه، يعني الجزء دوت يعني مش مستحب، بيقولوا بيبقى فيه زفاره وكده، فانا مش بتخلص منه على طول، فبقطعها بالطريقه دي بس. فهنزل كده، هرصها بقى فوق الوش، واخر حاجه هنزل بيها الطماطم بتاعتي، هضربها في الخلاط وهصفيها وهنزل بيها فوق الطاجن بتاعي. طيب انا ضربت الطماطم بتاعتي، هنزل بيها بقى كده على الصينية كلها. كده خلاص انا حاطه كل التوابل بتاعتي في الطاجن، هحركه بس كده عشان اضمن بس الطماطم نزلت فيه كله. خلاص اهو، انا حاطه بس فلفل احمر مع الطماطم، هو اللي عامل لي اللون ده، مش حاطه لها صلصه. لازم تغطي وشها كده. المهم بقى ان احنا هنسويها من اولها لاخرها في الفرن. تمام،
طيب عشان اضمن بقى انها تستوي سوا كويس والاجنحه بتاعتها تستوي كويس هنغطيها بالفويل وعلى فرن بقى عالي درجه حراره 200 تاخد لها ساعه ولا ساعة الا ربع كده وبعد كده تكشفي وشها تحت الشواية ونشوفها مع بعض بعد ما تخلص سوا. خلاص انا كده الطاجن بتاعي خرج من الفرن البطاطس مستوية وانا كنت مزودة الصلصة فيها عشان هناكلها مع رز طعمها جميل جدا ريحتها حلوة قوي التوم عامل لها ريحة حلوة قوي جربيها بالطريقة دي واكتبيلي بقى في الكومنتات لو عجبتك بتمنى كده الفيديو يكون خفيف عليكم والوصفة بتاعتي تكون عجبتك النهاردة سيبيلي بقى كومنت حلو ولايك واشتركي في قناتي لو اول مرة تشوفيني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.